يتيح قناة دخول للإخوان في جامعة الكويت مثل ما قلت على نظام متكامل للخدمة المدنية. النظام المتكامل للخدمة المدنية هو نظام آلي يتم التعامل فيه لتسيير مثل ما قلت أو لتحديث وإضافة وتعديل كل ما يخص الخدمة المدنية للعاملين في القطاع الحكومي ابتداء من تسجيله للرغبة بالتوظيف في القطاع الحكومي منتهيا بإنهاء أو استقالته أو تقاعده أو إنهاء خدمته لأي سبب ما. طبعا هو نظام مرتبط بقواعد بيانات وطنية منها مثلا وزارة الداخلية، منها التأمينات الاجتماعية، المعلومات المدنية، وزارة الصحة. للأمانة هو قاعدة بيانات مركزية.